تفضل شيخنا. لو قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يغمسه في الاناء ولم يقل يشرب، النبي قال اغمسه وان هذا هزيمه صغرى في طريقه الهزيمه الاكبر. لماذا؟ يعني جدا في ملطة ولا ايه؟ مش لا ما هو يعني سؤال، هو يريد ان يفر من ماذا؟ يعني بقول لك لا تشرب، يعني عايز يقول ايه؟ ان الرسول قال فليغمسه وبعد يعني يغمس ولا يشربه يعني؟ لا ما هو يا شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم لا مش يعني اذا كان انسان يأنف هل هو يكون مخالف للسنه بذلك؟ يعني هو غمسه وخلاص مش هشرب، لن اشرب اغمسه اتباعا للسنه ولن اشربه للعاف للناس نفس تعاف، هو شيء انا اقر به واقر بانه صحيح وصحيح ولكن نفسي تأنف. اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويعافيك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. امين يا رب. طلع الموضوع اللي مدرسة واحدة ننتقل مدرسة واحدة معروف. تفضل ننتقل إلى الإشكال الآخر وهو ما